المذيع السابق في قناة بي بي سي البريطانية جيمي سافيل اعتدى جنسيا على 214 ضحية في الفترة ما بين 1955 و2009. هذا ما كشف عنه تقرير جديد للشرطة البريطانية الذي أشار إلى أن 34 حالة اغتصاب هي من بين هذه الاعتداءات. ما قام به سافيل خلال قرابة 6 عقود من اعتداءات على 100 من الضحايا من دون أن يحاسب صدمنا بشكل كبير. ما فعله هو سلسلة من اعتداءات خطيرة ارتكبت في حق أطفال. نحن بحاجة للتفكير حول سبب تجاهل شهادات الأطفال. هناك اعتداءات عديدة سجلت في مدن عدة في البلاد وداخل عائلات. أطفال كثيرون حاولوا سرد ما حدث لهم. لقد أخطأنا كلنا. يمكنكم أن تقولوا إن سافيل غلط الجميع. تقرير الشرطة البريطانية أضاف أن سافيل الذي توفي قبل عامين قام بهذه الاعتداءات في أماكن عمومية مختلفة من بينها المستشفيات والمدارس.